أكيد نهايتها ثقافة مع الكليب الجميل اللي راح نكتشفه به، وهو حصري أول بث له تلفزيوني لخيرة شباب مستغانم راح نكتشفوهم فيما بعد. تفضلوا حول فلسطين. يعبر ولاد الابطال الشجعان تمسكهم بقضية الاخوان، واللي رجعت قضيتهم مدامهم في الوجدان، ومتحدين على شعار فلتح يا فلسطين. باش ما يطمنوش وهما دايقين من مرة اكثر من مرة. مين داسوا على جبهة بعد تهنوا في الظلم قرن واثنين وثلاثين سنة زادتهم العشرية؟ على هذا حالفين اليد في اليد على فلسطين للأبد. قلبي ليك مفتوح نفديك يا غزة، بالدم بالروح انت عزيزة. واليوم راني حالة مع خويا تبارك الله على أولاد بلادي، يعطيكم الصحة. هذه رسالة من شباب الجزائر، شباب مستغانم إلى فلسطين الحبيبة اللي نحيوها من هذه الصبيحة. دايما مع فلسطين أكيد ظالمة ولا مظلومة، وخيرة الشباب حاضرين معايا في هذه الصبيحة. مرحبا بكم، نورتوني. نبدا معليش بآية، آية لأنه هي العنصر النسوي. آية بغدادي، صوت الجميل بلبل مستغانم. صباح الخير وميرسي بوكو على هذه الاستضافة ونشكرك. شكرا شرفتيني. كذلك حاضر معنا الفنان التشكيلي شمسو، شمسو بالعربي غني عن التعريف، واحد من الفنانين اللي شرفنا خارج الوطن
في الجزائر. شكرا على الاستضافة أخت نسرين، وتحية لكل المشاهدين والمشاهدات. يعطيك الصحة، مرحبا. وكذلك أكيد توحشتوا فيصل حريق، وراني زعفان نسيت سميته، كوني زعفانة منه. فيصل صوت القوي، واش رايك؟ الله يخليك، والله الحمد لله. مرحبا بك. إن شاء الله ما نغيبش كاع. إن شاء الله. إن شاء الله ما نتمنى. لكن أمورات شابة راهي جاية، زائد هذا فلسطين الهدية اللي هديناها فلسطين. ونرحبوا بقائد السفينه المايسترو عمر بن نور اللي دائما مشرفنا بالاعمال تاعو. عمر صباحك مبارك. صباح الخير اختي، وصباح الخير كل المشاهدين، وتاني نبارك لجميع الفنانين، نقول لهم صحه عيدكم، وبارك الله فيك على هذه الاستضافه. شرفتوني ولا شرفتوني. يلا نخليو المايسترو يهضر لنا شويه على الكليب، كيفاش جاتك ديجا ليدي، والفنانين يعني كيفاش تلاقيت بيهم، على اي اساس خيرت الاصوات وخيرت غير الاصوات الشابين؟ كما على بالك مستغالين تسخر بعده فنانين، واردناها تكون بوكو بليس مستغالين، كنا انانيين شويه، خلي اختارينا المستغالمين. اللي دي جاتني كان القصف، وكما على بالك حنا كجزائريين قضيتنا الاولى وقضيه الام هي قضيه الفلسطينيه، بوركوا با حنا كفنانين ما نساهموش بالفن تاعنا، اختارينا باش نديروا ان كليب يكون على فلسطين، وهذا واش قدرنا نديروا. ما درنا القليل، ما درنا والو. انت كنت اخراج وتاليف. وتاليف. وشمسو واش دار؟ شمسو كان هو لو رول برينسيبال في الكليب، ستادير يكون هو السسبانس تاع الكليب، نشوفوا ان ديسيناتور راه يرسم واش راه يرسم، في لافان تكون ان جداريه تاع الاعلام تاع الجزائر مع الاعلام تاع فلسطين. خاصة أنه شمسو بالعربي أنت معروف بالرسومات العالمية نتاعك، ولكن هذا الخطرة إحساس مغاير أنك ترسم لفلسطين. إيه يعني كما كتعرفي أخت نسرين، يعني الاختصاص تاعي في رسم الملصقات الأفلام والفن التشكيلي، وهاد الخطرة يعني بروفيتيت لوكازيون باش يعني نعطي لوحة جدارية شاملة يعني تقول إليك السلام من يعني من الجزائر إلى فلسطين. والحمد لله يعني إن شاء الله ربي يوفقنا في هذا الكليب، وهي رسالة يعني نبيلة تجمع ربما الكثير من الشيء اللي بغاو يقولوه الشعب الجزائري، ربما تجسد في هذه اللوحة، في هذا يعني في هذا العمل الفني. والحمد لله إن شاء الله مازال عندي إن شاء الله أعمال جديدة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. شمس وإبداعاتك لا تتوقف. الله يبارك. آية توحشناك، يعني ربما بعد غياب طويل ومشاركتك في كليب إنساني جميل مثل هذا ومع خيرة الشباب ماهيش شيء بسيط أكيد. والله صافي بليزير، على بالي قلتي لي ديجا كي زعفانة مني في الكوليز. راكي تشوفي الوضع كيفاش راه داير مع الكورونا وكاع كلشي راه حابس. إن شاء الله غادي نعاود نرجع بقوة سيرتو كي راه معنا عمر بنور، عبد الله نجار، هدى بالشيخ كذلك نحييوها، هدى نحييوهم بالمناسبة. قبل نقول عيد سعيد لكل الفنانين الجزائريين، نتمنى لهم ان شاء الله يعني عيد سعيد ومزيد من التألق والنجاح. انا هذه الفكره عجبتني بزاف، عيط لي المخرج قال لي فوالا كاين ان كليب على فلسطين، والله يعني فرحت بزاف باسكو الفنان يعني اقل حاجه انه باش يعبر على الاحساس تاعو انه يغني باش يوصل الرساله وباش يوصل هذاك الاحساس نتاعه. كنا احنا مجموعه تاع الحان وشباب، يعني عاود جمعنا، عاود تلاقيتوا وعاود جمعنا تلاقينا، كان يعني جو عائلي 100%. واجمل هديه ربما اعطيتوها لهم في يوم 8 جوان. الكليب كان رايح يخرج قبل، وكما على بالك الله غالب، كنا واحد فتره مرضيه تاجل، وجاءت الصدفه ان يكون في الويجوان. تكريما للفنان. تكريم للفنان، استادير هذا الفنان الجزائري واش قدم. وعلى فكره هذا كان لي شرف كبير اني نعمل مع كانوا لي كات شونتور تاع الحان وشباب، اللي انا كنت فان تاعهم ولا نكرهم. انا فان تاع الحان وشباب، اولاد بلادي، وانا فان تاعهم، هذه نعتز بها كادر بالعباس، نور الهدى شيخاوي، ايه اختي، كريم، والبقيه كانوا ثاني كريم. انا قلت لك بلي هو ما غالب كريم فيصل. كريم فيصل، انا هو غيابه هو اللي خلاني. كريم فيصل توحشناك حقا، توحشنا الصوت تاعك وتشارك في عمل جميل مثل هذا. انا على كل حال انا دائما في كل مناسبه وكل مروري في التلفزه دائما نتطرق للقضيه الفلسطينيه، نقولها ولو بثواني. وجات فكره تاع لما
كلمني عمار الله يعطيه الصحه قال لي كاين تسجيل وحنا اصلا كان عندنا بروغرام مع واحد المولود الجديد في مستغاليم اللي يسموه لا برودكسيون اكور اللي راهي تتبنى فنانين مولود جديد هذا ماذا بينا ميم لي زارتيست تاع الغرب الجزائري روحوا تخدم برودكسيون هذه اكور راه فيها اديسيون فيها كل شيء والناس تجي تخدم ما يقعدوش يخمو في ما يخموش بزاف مين كلمني عمر على في القضيه الفلسطينيه انا فرحت قلت له افيك بليزير مش ما فيهاش ما عندكش در التراجع مشي تراجع در التراجع ما كاش قلت له فلسطين احنا القضيه كبرنا عليها نعم مشي رانا نخمو فيها كبرنا عليها كبرنا ان ظالمه او مظلومه رانا مع فلسطين وخاصة أنه قلت لك من خيرة الشباب ومن خيرة الأصوات والكليب كذلك كان عنده جنود خفاء عمر كان معنا الحاج تاعنا حاج سيسي عبد الله نجار اللي أبدع بدوك الأنامي تاعه الله يعطيه الصحة موسيقى والتوزيع والتوزيع وألحان كذلك أبدع بزاف كان معنا وليد بن زينة تاني كان مواقف معنا كان كاين حبيب بن شرقي الكادرير استاذ كل واحد دار واش يحب ثاني جماعه تاع نيو فيزيون جاوا من وهران عاونونا زعما درنا حاجه لفلسطين ماشي فلسطين اللي ما عطيناها والو استاذ توجور نحسوا رواحنا مقصرين صح كاع واش نديروا نبقوا مقصرين ولكن معنا معاهم دائما بقلوبنا طريبي هذه وكل واحد يعبر عن واش في قلبه بفنه بفنه وهو بصوته يعني بصوتها كذلك بالعربي شمسه بالرسومات نتاعك وشيء جميل انه ربما هذا التبادل الثقافي جميل انك تشرك الرسم الفنان التشكيلي مع الفنانين يعني على فكره الاخت نسرين حتى هذا الكليب انا بروفيتيت لوكازيون باش نكون خاصه راك تعرفي العلاقه تاعي ربما مع نجوم عالميين وكاع بروفيتيت لوكازيون باش نروج لهم هذا الكليب وحتى الرسومات ودانيالمون الحمد لله الممثل الشهير يسموه فينسون لاين هو مبعوث على الامم المتحده يعني واحد الرسم رسمتها على اطفال غزه يسموه ورود غزه تبناه في يعني في المقال تاعو التقرير تاعو للامم المتحده الحمد لله يعني رانا نوظفوا الفن باش الرساله تاع الجزائريين توصل باللي رانا مع فلسطين وهذا فن نظيف كذلك انه الحمد لله عندنا فن نظيف وفن جميل يليق اننا نروجوه واني سمعت اصداء جميله جميل انه ايه وفيصل وعباس وهدى نشوفوهم في قناه فلسطينيه ليس كذلك عمر يلا اعطينا شويه توجور توجور الفضل يعود جبت خويا كاين راح يكون الكليب في قناه فلسطينيه كاين حوار مع عده قنوات عربيه وخاصه هنا ثاني هنا في الجزائر لانه ما يخفالش انه العامل المشترك بيناتنا كنا كاملين شباب صدر هذا الشاب الجزائري راه يثبت واش وقوفه مع القضيه الفلسطينيه لما تشوفي لي زيماج اللي اختاريناهم ثاني اختارينا اللقطه تاع محرز اللقطه تاع سفيان فيغولي وين رافدين دائما يحتفلوا بالعالم الفلسطيني صدر احنا كجزائريين هذه قضيتنا يعطيك الصحة والعنصر النسوي آية يعني أكيد أنه الكلمة كانت قوية فشفناك أديتيها بصوت وإحساس راقي وجميل بيان سور كي يكون الأمر يتعلق بفلسطين حاجة يعني ما غاديش تتصنعي الإحساس غادي يخرج يعني من القلب إن شاء الله برك نكونوا درنا يعني ولو يعني شيء بسيط إحنا ماذا بينا نديروا أكثر وان شاء الله يكون نال اعجابهم هو خرج البارح دينا احنا الحصري ككل مره شكرا استاذ عمر بنور المخرج وكل الفنانين اعطيتونا الحصري للتلفزيون الجزائري اللي دائما هو بوابه للشباب وعباس ما كان ماش حاضر معنا ولكن مثلها فيصل اكيد راح تكون هناك مشاريع اخرى بعد اكيد احنا على كل حال ديجا تكلمتك على لا برودكسيون ديجا بدينا في اغنيه في الطابع الوهراني قولوا للقلب ما يقطعش لي يس لا هذه اغنيه شو هو ابو عبد الله كي راه يشوف فيك ويقول ذاك القلب وانا ما دخلونيش بغيناك حاضر معنا هنا يا هواري لا ديجا راه اسمح لي كاري خويا كان في البروغرام والله كان في الكليب هذا كان قلتها لا قلت لك كان في بلاصه كادر بالعباس لانه ما يخفالش كادر بالعباس كان هو راه في العاصمه كنا بروبوزينا بوسماحه وبروبوزينا هواري بعبد الله كادر في هذيك لو مومو قادر ما كان جمل الجي المستغاليم بصحته هيا معليش هذه قسمه ونصيب زي ما يقولوا المصريين لمشاريع اخرى والله قعدتكم حلوه ولكن نقول دائما الحاجه لكم مليحه تكمل في الختام يلا تفضلي ايه في الختام نشكرك انت على الاستضافه نشكر جنود الخفاء اللي راهم حاضرين معنا ومي بارون بلا ما ننساهم وكامل الناس اللي يبغوا ايه
ويحبوه. عايشك فنان اللي مشرفنا دائما شمسو. في الاخير نقول لك شكرا نسينا الاستضافه، شكرا لكم جلود الخفاء في التلفزيون الجزائري، ونقول للفنانين كاملين صحه عيدهم وان شاء الله، ونقول يعني للمعجبين اللي يتبعوا الاعمال تاعي راه عندي يعني المعرض ونختاروا اللوحه تاعي في جنيف مع المخرج الكبير ويعني المدير الفني لمهرجان جنيف طبعا 16 طاهر حوشي اللي نقدم له التحيه. يلا جينا في حصه نسيناكم باش نحكيوك على كل هذه المشاريع من فضلك. ان شاء الله. تفضل فيصل. على كل حال شكرا على الاستضافه، وعيد فنان سعيد لكل الفنانين، وشكرا جزيلا مره اخرى لجنود الخفاء، وهذه هي شكرا جزيلا. شرفتوني عمر في عجاله، نشكر مايسترو. شكرا اولا، شكرا كنت يا في عجاله باسكو هذا لو رول تاع اللي عاود تحيتي في حصه الزاوت، وكذلك باش ما نطولش نشكر الوالده تاعي اللي تفرج فينا. حييوها بالمناسبه، نحبها بزاف. والاب تاعي، شوف الوالده تاعي اللي راهم واقفين معنا في كل كبيره وصغيره، ما يقدر يمشي فنانين ولكن راهم يشجعوا فينا. نقول لك بارك الله فيك وربي يحفظك. يعطيكم الصحه، شرفتموني، انتم مفخره الجزائر، ابدعتم، كل عام وانتم بالف خير، كل عام وانتم رساله نبيله للفن الجميل، يعطيكم الصحه. اذا كان هذا هو بلاتو صباح الخير يا جزائر مشاهدينا الكرام، انا نقول كل عام والفنان بالف خير، تهلاو بزاف في ارواحكم وتقبلوا تحيه وتحيه كل فريق اللي خدمكم هذه الصبيحه، واكيد مسك الختام دائما مع موسيقى كليب فلسطين. الى اللقاء. وطني مظلوم، قلبي مجروح، ما يجيني نوم خويا مدموع. فلسطين عربية مسلمة قوية، عقلية حربية ونجيب الحرية.